برحب بيك مرة تانية في البيت الكبير، وعايز أسألك شعورك أنت كلعيب من أول ما سمعت اهتمام النادي الأهلي بيك في الفترة الأخيرة، وظروف التعاقد اللي يمكن كانت من خلال طبعا أمير توفيق. نعرف تفاصيل الانتقال للنادي الأهلي كانت عاملة إزاي. إنها كانت إنها فرصة كبيرة أن أكون ألعب للأهلي، وهو بالتالي أمر شديد الأهمية لمستقبلي الكروي، وأن أضيف أن يكون على السي في بتاعي أني لعبت للأهلي هو أمر كبير. قبل الأهلي استقبلت العديد من العروض، ولكن كنت أتروى فيها جميعا، وفي آخر النهار كان اختياري الواضح هو الأهلي، لأنه لمن دواعي شرفي ومن سعادتي.